في كده مشاكل حصلت مع بعض النجوم، وكمان يعني اللي ابرزها كانت كمان مع رئيس الزمالك السابق مستشار مرتضى منصور، كان في كده خلاف بسبب الاغنيه دي، وحضرتك قلت انا ماليش دعوه، هو اللي يعني هو كتبها ولحنها وغناها ووزعها، يعني هو ما اخرجهاش بس ده اللي كان ناقص. وعبد الرحمن، اقول لك عبد الرحمن برضو دلوقتي ما شاء الله مدرب في نادي السكه مع الكابتن امير عزمي ومحلل اداء، وما شاء الله شهادات في التدريب يعني الحمد لله. لسه جاي من انجلترا من ساعات يعني كان بيعمل كورس هناك في انجلترا في ويلز، ربنا يكرمه يعني. القصة الاغنية طبعا ما كانتش حد توقع انها هتضرب قوي كده، حتى احمد لما جاي قال لي بابا عايزك اعمل اغنية وبتاع للزمالك، قلت له حاجة جميلة، انا بحسه بيعمل اغنية بقى لوحده كده ويزيحها وخلاص يعني. اغنية حلوة جدا، ما كانتش حد متوقع انها هتضرب قوي كده. اللي حصل احمد لما جالي يا بابا عايز اعمل اغنيه، قلت له ماشي يا حبيبي، طب عايزك تكلمني النجوم القدامه. قلت له زي مين يعني؟ قال لي، قلت له احمد الناس دي مش هتيجي يا بابا، بس نحاول. حضرتك مش متوقع ان هم خالص يتعاونوا او يجوا يعني؟ انا لما كلمت طبعا النجوم جيلي والجيل اللي قبل مني قالوا لي ماشي الساعه كام، قلت لهم احنا كنا في رمضان اعتقد نسجلها يوم الجمعه بعد الصلاه، قالوا لي حاضر. ف رحنا لقينا بقى ايه مجموعه كبيره جدا جت. بابا انت، قلت له يا ابني انا ما انا كلمت الناس ده حد بيقول لحد بيقول لحد يعني، فلقيت كل الناس جت بسم الله ما شاء الله. انا كلمت مثلا 100 واحد جالي مثلا حوالي 60، ده نسبه كبيره جدا. فالمهم جينا كان الله يرحمه مهدي مخرج احمد المهدي، حاجه جميله جدا، كان هو المخرج بتاع كلمت اللواء علي درويش رئيس هيئه اتصال القاهره، يا سياده اللواء انا بعمل كذا كذا واحمد عايز يعمل كذا، قال لي تنور يا كابتن. الراجل كان لذيذ قوي، في تعاون قوي قوي، ما تبقاش شايف سبحان الله، كان ربنا مسهل الاغنيه دي انها ايه تمشي، دي تبقى انطلاقه احمد مثلا في عالم الموسيقى والكلام ده كله. فالمهم كلمت سيادة اللواء قال لي اتفضل، طب الايجار ايه يا فندم؟ قال لي والله ولا حاجه يا فندم، قال لي والله ولا حاجه دي يا كابتن انت بتتكلم في ايه. فروحنا انا طبعا بعد ما كلمت النجوم كلهم واحمد كلم بعض الناس برضو. فالمهم ايه بدانا ايه نسجل، لقينا بقى مين اللي جه مش عايز لا تتخيلي النجوم اللي ظهر في الاغنيه من اول الكابتن حمد امام لغايه شيكابالا عمر جابر. بص الاجيال قد ايه، مرورا بقى بالخواجه وكابتن عادل مأمور وحازم امام الكبير، رموز كتيره جدا. المهم بدانا نسجل اغنيه، فسجلنا فقره، فجت الفقره بتاعه ايه الكوبليه بتاع اللي رباني كان زملكاوي. فاحمد قال لي يا بابا ايه احنا، فالمخرج احمد مهدي جه قعدني جنب احمد قال لي بص يا كابتن في كوبليه اسمه اللي رباني كان زملكاوي، بما ان احمد اللي عامل اغنيه وحضرتك طبعا زملكاوي وكابتن النادي فلايق ان انتوا تبقوا مع بعض، لقيتوا مع بعض. قلت له يا ابو حميد يعني يبقى حماده امام موجود، صحيح مع احتفاظ بالالقاب طبعا يعني، صحيح كابتن حماده امام موجود وحازم امام موجود وانا اعمل الكوبليه ده، اللقطه دي تركب على والله صحيح. يا مدام نينا زي ما بحكي لك كده، قال لي تصدق يا كابتن انت محترم. قلت له ربنا يخليك يا باشا اخ كنت متواضع. وفعلا عملنا بقى الاغنيه وبتاعه واشتغلنا، وجي بقى نجوم كبار محمد صلاح وكل نجوم جم، واللي اعتذر اعتذر، في ناس اعتذرت بس بعد كده ندموا طبعا. والله زي كسرت الدنيا الحقيقه يعني. المهم ارجع بقى لسؤالك، الاغنيه ضربت والدنيا اتعملت وبتاع مش عارف ايه، وخدنا الدوري وكانوا واخدين الدوري صحيح. فكنت انا في الاستوديو التحليلي بتاع سيف زاهر، دخل المستشار زعلان ان احنا ما دعيناهوش ومش عارف ايه، بس انا دعيته. بجد يعني حضرتك دعيته وهو ما جاش؟ دعيت احمد ودعيت امير احمد ابني دعا احمد. انا كلمت احمد بنفسي قال لي يا كابتن عندي مش عارف ايه، واحمد كلم امير، امير ما جاش، وهما كانوا في المجلس الاداره يعني 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 حضرتك كده يعتبر هو رئيس المجلس دعيته دعيته مجلس الاداره ما جوش يعني. انا طب اعمل ايه اكتر من كده؟ ما اقدرش بقى اقول له الكلام ده على فهو لما دخل بتاع ومش عارف ايه ومش هتكلم ومش هبارك ومش كان في كلام كتير، كان في كلام كتير والموضوع انتهى يعني. وبعدين بعد كده كان في تقريبا مش فاكر خالد غندور تقريبا كان عامل برنامج، فجاب المستشار على الهواء وهو كان مستضيفه تقريبا،
والراجل يعني تصالحنا على الهواء وانا دخلت عملت خلاص وكده بقى دخل. الدنيا ظبطت دخلنا عملنا مداخله يوميها وخالد غنور كلمني وكلم احمد يعني يعملوها الابناء ويقع فيها الاباء يعني بس والله فعلا احمد فعلا قال انا كلمت امير وانا كلمت احمد مرتضى.